السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في مسلسل حلقة جديدة من برنامج ساعة نقاش. ساعتنا الليلة نناقش فيها العملية التي أطلقتها وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي مؤخرا، عملية تنفيذ المداخلات في بعض مقاطعات نواكشوط، وأيضا نناقش جديد الوزارة حول إخلاء الساحات والشوارع داخل العاصمة نواكشوط، وكذلك نناقش مواضيع أخرى. معي في نقاش هذه المواضيع سيد الحسن الكاحل، مفتش بوزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي. أهلا بكم سيد المفتش. والسيدة فاطمة نحوي مديرة العمران بوزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي. أهلا بك سيد المدير. إذا مشاهدينا الكرام، قبل أن نبدأ النقاش نتابع هذا العنصر ثم نعود. مدن تزداد تمددا وفوضى في العمران، وتملك عشوائي للأراضي، أمور من بين أخرى ظلت لعقود تقف عائقا أمام تنمية ناجعة في البلاد. لذا سعت السلطات للقضاء على هذه الظاهرة، فخططت المدن وشقت الشوارع في أحياء ظلت لزمن طويل تعاني من فوضى سكنية خانقة. وما إن بدأت عمليات التخطيط حتى طفت على السطح مشاكل ونزاعات ترابية عدة عرفت بالمداخلات، نزاعات شكلت لجان لحلها فقامت في البت والتحقيق فيها، حكمت بأحكام بعضها نفذ والبعض ما زال ينتظر. فما معايير تصنيف هذه المداخلات؟ وما الآلية المتبعة في تنفيذ وحل النزاعات الترابية؟ وما هي شروط الاستفادة من القطع الأرضية؟ أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، أهلا بكم ضيوفي الأعزاء. السيد المفتش، نبدو معك، ما جديد القطاع فيما يخص ضبط وتوزيع القطع الأرضية في نواكشوط وباقي المدن الداخلية؟ شكرا جزيلا أخي الكريم، نشكر الموريتانية على هذه الفرصة اللي تاحت لنا، إياك نقدموا فيه ذل اللي تباركنا معاه من 17 من الشهر، خاصة بالعملية. نقدموه للرأي العام إلين يطلع عليه ونزودوا عنه اللبس كامل فيه. هذه استراتيجية اللي بدأت من جديد في قضية الإنقاذ والمداخلات، بدأتها المفتشية، انسندت المفتشية العامة للوزارة، انسندت لها اللي له 7 أشهر والله 8، ولحقنا عندنا مجموعة من الشكاوى قريب من 4000 تقريبا شكاية. ديك شكايات تباركنا معاها وتباركنا نقربلوها إلين ما ضاقنا منها، حصلنا منها تقريبا 1400 ولا 1500 ديك الشكايات اللي قابلة، اللي بالنسبة لنا استوفات الشروط بعلنا تعود شكاية. وقيمنا، عدلنا، انطلقنا فعلا، عدلنا لجان هي اللي خاصة بهذه النزاعات اللي قال المداخلات. هاي الشكايات فيها شيء قديم عفوا، من بداية العملية الأولى، من بداية العملية الأولى وبقى فم مروب، فيه شديد وثم من عمان وفيه شديد وعشر عمان كاملها مداخلات، كاملها تتمثل في مداخلات إطلاقا. فم واحدين فاتوا نفذ عليهم وباو يحركوا، فم واحدين نفذ عليهم وقدموا شكايات للوزارة وقالوا بعدين هم ما مقابلين هذا، عدلنا جمع لهذا وقبلنا لجان جديدة، مجموعة من الشباب اللي كانت تشتغل في الوزارة وممكنها في شيء مكتتب، وعدلنا لجان ووزعناهم على المقاطعات بإشراف المفتشين. مشاو مع المفتشين شو الميدان وبدأنا نعدل المداخلة على أسس هذيك اللي عندنا، عندها مجموعة من المعايير نعدل عليهم المداخلة. هذيك المعايير فيها 1، 2، 3، 4، 5. بس ليش الأخبار بشكل مفصل المعايير والآلية؟ ووفينا العملية بالإجمال وفتحنا جزءها النظري، جزءها النظري وفتحنا لسنة الليل الأسبوع، وفتحنا باب مدة شهر تجينا الناس ونطلعوها على القرار اللي قبلنا، نقول لها رأينا قبلنا القرار بأمر كذا وكذا كذا كذا، اللي القرار ما هو زين عندك. اعترضت عليه مد على القرارات اللي قبلته؟ أخ لقى اعتراضي قد بنسبة ضئيلة. كم تقريبا من عندكم؟ أنا بعد اللي جاني في المكتب اعترض عليه العملية، من 400 جاتني 16 رجال، ولين جاتني 16 قعدتها وناقشت معاها ونعت لهم المعايير اللي عملوا فيها، ومشاو من عندي منهم 8 مقتنعين والله 9، وبقات عندي 5 ما هي متمونكة. يقد قدمنا لهم ومدي بعد ان الين انقلبوا في المداخلات في المعايير اللي عندنا واللي شافوا، بعد ان عندنا حل اخر، مقاربه اخرى جديده تم تبنيها من طرف الوزاره، اعلن
حرصنا بعد أن أكبر عدد من ذي الناس اللي خسرت في المداخلة اللي لا بد من يخسر فيها رجاج، لا بد من يعود فيها قالب ومقلوب، على أن نملي نهيئهم نهيئهم في البدايات التهيئ اللي مهيئ ما هو بدايات التضحية. وكان هذا مولي زين عندهم. زين شو أخبار بديل هذه الناس اللي ما جبرت قطع في البدايات اللي كانت فيها، البديل اللي طرحته لشنو؟ دائما هذا يقودنا الحديث بشكل أكبر عن حديث مخطط مدينة نواكشوط. لمك السيد المدير، إلى أين وصل مخطط مدينة نواكشوط وأيضا باقي المدن الداخلية اللي نزادي في 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 العشوائيات وفي كسرات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، شاكرينكم على إتاحة هاي البورصة للقطاع لتنوير الرأي العام. بالنسبة للي يتعلق بمخطط مدينة نواكشوط، فهم نوعيتين من المخططات، فهم عندنا ذا اللي قالوا المخطط التوجيهي للتهيئة الحضرية، اللي هو المخطط اللي يرسم ملامح المدينة وتوجهها لقرابة 20 سنة، ذاك تمت المصادقة عليه في بداية 2020، صادق عليه مجلس الوزراء بمرسوم. فهم المخططات الأخرى التفصيلية له قيد الدراسة، بمخطط تفرغ زينة حكما عن نوافي، بمخطط المقاطعات الأخرى اللي قيد الدراسة. هذا بالنسبة يتعلق بنواكشوط. بالنسبة اللي يتعلق بمدننا الداخلية، فمن ذلك توجه من عواصم الولايات كاملها أن تشملها المخططات كاملة، بالإضافة للمدن الكبيرة، يعني المدن اللي فيها كثافة سكانية عالية والمدن اللي فيها نشاط اقتصادي ما بين المدن اللي حدودية إلى آخره، شيء ذا كيفته. معناه أن الوزارة ضركاتيها بهاي السنة تقريبا يدور يوفى بقدر من المخططات من عواصم الولايات ومن بعض المدن الأخرى. بالنسبة للي يتعلق بظاهرة الأحياء العشوائية اللي شرطوا لها، نختار هون نقول على أن هاي ظاهرة الأحياء العشوائية أنها ما هي ظاهرة جديدة، وأنها اللي ما هي خاصة بلدنا عن البلدان الأخرى. هاي ظاهرة شهدتها عدة بلدان، منها بلدان مجاورة ومنها بلدان أخرى، وش عادي في الدول النامية. وأسبابها عدة، وياسر من الدول حاولت القضاء عليها قاعب وسائل أكبر من اللي قبلنا لها نحن، ولا فات قدرت تقضي عليها. هذه الظاهرة من أسبابها كيف سنعرف أن موريتانيا فترة معينة من السبعينات من وراء تأسيس دولة بشيما وياسر شهدت ذيك قضية التصحر، تلعات الناس مجبرة على أنها تهاجر من المدن من الداخل شهر نواكشوط، البحث عن ظروف حياة أشبه، البحث عن البلد تعيش فيه عيشة أشبه وأنها تجبر فيها ظروف سكن لائق. هذا هو اللي سبب، معناه أنها ما هي ظاهرة طارية ضركاتية تياها. وهذه ظاهرة الأحياء العشوائية في نواكشوط كانت دائما تعدل لها حلول، بدأت من آخر شيء منها، بدأ شيء منها في التسعينات، وآخر شيء منها ده اللي بدأ منها 2001 كيف ما تعرفوا كبة الميناء اللي كانت كبة كبيرة، وعدلها تأهيل بالتعاون مع البنك الدولي. وعقب ذاك هاي المرحلة الثانية من اللي بدأت في المقاطعات الأخرى اللي هي مقاطعة تجنين وعرفات ودار النعيم، ومرحلة منها في الرياض. معناها عن هذه مشكلة عامة وأسبابها عدة، فيها سبب اجتماعي وفيها سبب ثقافي وفيها سبب اقتصادي، ملي إن الناس جاية هنا تيلا تلود، وفيها ملي قد حد يقول إنه سلوك المواطن من نفسه. إحنا نعرف إن ياسر من أولاد موريتاني يختاروا يهاجروا عن موريتاني يقيسوا الخارج، ياسر ملي من أولادنا اللي في الداخل يختاروا يمشوا عن الداخل لكنهم يجوا لنواكشوط، نتيجة الناس قال لهم نواكشوط أن العيال تعد في ظروف أشبه، ونختار نشير هنا تياهم ملي للمواطنين اللي في الداخل، على أن العيال تعود ظروف نواكشوط ما هي أشبه، باللي نحن نشوفوا حالات أهلهم مشاو عن حرايثهم زارعينهم، مشاو عن حياتهم الكريمة، ياك جو هنا تياها يعودوا في ذي الحالة اللي هي اللي تكلمتوا عنها. اللي حقيقة ما تقدر الدولة تستمر بها ولا يقدر يقاش يعيش فيها، يقاش يلا يعيش شكلة مولي يضل ضغط على المدينة، يعيش في سكن لا تحتيه. أكيد طبعا المدير، هذا المخطط اللي تحدثت عنه ماذا سيضيف؟ هذا المخطط تحدثت مثلا عنه في تفرغ زينة فات اكتمل تقريبا، مكتمل شنو الشوارع كانت واخضة، ثم لا يتحدوا العاصمة أو تسيطر على العاصمة، ما هذا المخطط بيلي أول مرة يتجد. طيب هذا المخطط الكبير اللي على كل حال فتنا قدمناه هون للمواطنة مرة سابقة، هذا المخطط يحد المدينة، بينا نعرف نحن عن هاي الدشرة ما تقدر تتوسع إلى ما لا نهاية. هاي الدشرة من بداية الستينات، من بداية تأسيسها هي ماشية تزحف، ولين نخرصوا دركاتيها مساحة العاصمة نواكشوط مقارنة مساحة عواصم دول أخرى مجاورة لنا نجبر أنها أكبر منهم بشكل كبير، مقارنة بعدد السكان اللي في مدينة نواكشوط. احنا نواكشوط عندنا فيه 1,000,000 ساكن تقريبا، وفي نفس الوقت اللي مساحته عندنا تتجاوز 40,000 هكتار. هذا شيء خيالي،
أنا المدن اللي في زر العواصم المدن اللي الدول اللي في زرنا مساحاتها أقل. ذاك المخطط يهدف طبعا يحد العاصمة اللي ما تقدر تتوسع إلى ما لا نهاية. هاي بالنسبة للمخططات الأخرى التفصيلية، الهدف منها هو المخطط، ما هو لا الشوارع وحدها، مخطط فم الوجه الحضاري للمدينة، فم النمط المعماري، وفم أنه هو أي قطعة أرضية الهدف أن تسكن فيها عائلة يالله تتعود لا قدر الله في حالة لا قدر الله خلق حريق، ولا في حالة خلقت يالله يعود قاد 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 يخلق الوجه لها. وهذا من الأهداف اللي عندنا القضاء على هاي الأحياء العشوائية، باللي هاي الأحياء ضركاتية للناس مصرة على أنها تتم فيها بالمشاكل مطروحة، بحيث لا قدر الله خلق حريق الصبح ما الوجود لها صعيب نتيجة الظروف اللي فيها الناس، توصيلها الماء والكهرباء صعيب، عداقة عن ظروف الحياة فيها من رؤوسها، ما قد يعدلها صرف صحي، ما قد تدخلها، ما قد تدخل الكهرباء، ما قد تعود عندها ساحات عمومية قادة تنفس فيها هي وابنائها، ما قد تعود منشآت تعليمية يفزرها، ما قد تعود منشآت صحية يفزرها إلى آخره. هذه كاملة يالله تتعود، هي يلا تتعود موجودة في أي حي يلا يعود فيه هذا باللي سكن، يلا يتجاوز ذيك مرحلة القطعة الأرضية اللي ساكن حد فيها داير فيها بيوت، يلا يتجاوز على إنه يلا يعود في زر وشيل الترفيه، يلا تعود المدرسة في زر، يلا يعود بلد العمل في زر، يلا يعود المركز الصحي في زر وإلى آخره. هذه خدمات ضرورية، وحتى قاع الناحية الأمنية اللي ضركاتية على كل حال العاصمة تشهد فيها، هي ضرورية نعود في ماتياه، نعود الأمن قاد يتوفر، نتعود دوريات الشرطة قادة تعودهم إلى آخره. هذه لين تم الدفتر الوضع لذا ما هي قادة توفره، وإذا نختار مواطنين يفهموا على أن الدولة ما هي ضدهم، بالعكس الدولة تهدف لمصلحتهم، الدولة تهدف أن دي المعاناة اللي هي أنها توفر. إحنا شفنا برنامج الإطلاق بخامة رئيس الجمهورية، الهدف منه إنهاء معاناتها المواطنين، وتعليماته اللي مع الوزير الأول من يوم الأول اللي بدأ في عملية هاي التنفيذ، إن هاي المواطنين ما تقدر تتم الزمن كامل عايشة في هاي مساكن مؤقتة، باللي حد ساكن في بلد ما يقدر يستثمر فيه، ما يقدر يستفاد منه الصبح معناه ساكن بسكن مؤقت، هذه نقدر نقول عنها ما هي عيشة. تالي هاي معاناة يهدف ذا القطاع على أنها تنتهي، لأن الناس تعيش في سكن لائق، الناس الدولة عاونتها بأنها وفرت لها قطاع أرضية مجانية، وهذا قليل من الدول اللي تعدلوا. مدير من الأسئلة تثار حول هذا المخطط عن مدراء كانوا لا يعتمد شو المخططات كانت موجودة غير ما كانت رسمية، والله هو لا يستحدث مخطط جديد للبيدات اللي ما كان مخططها مصادق عليه. على كل حال ذاك الوزارة عاكفة عليه ولين يوفن دور قد تدخل المخططات اللي كانت موجودة ذيك المسائل كاملة دور سكبها بعين الاعتبار ذاك اللي منها قاد ينقبل، ودور إن شاء الله تعالى محقق أنه ما تبطى دراسته وتوفي دور بين الله تعالى يقدم المجلس الوزراء المصادق عليه، وعقب ذاك ينعرض للمواطنين إن شاء الله تعالى. إذن سيد المفتش، لا نصل إلى قضية المداخلات، إلى أين وصل تنفيذ أحكام المداخلات، وشن هي المقاطعات حتى الآن لتنفيذ المقاطعات بالنسبة لنواكشوط؟ المداخلات بدأت في مقاطعة نواكشوط، ست مقاطعات من نواكشوط. شنو؟ هي عرفات وتوجنين ودار النعيم، لأن مجموع الشكايات اللي عندنا اللي قبلنا هي 4000 اللي قبيل اللي انتقينا منها 1887 اللي هي أساس انتقيت من الساق متخطاها هناك. شوفوا، هي شكاية يقدم رأينا شي من الشكايات مقدمين واحدين ما عندهم علاقة قاعدة بالقطعة الأرضية، ورأينا شكايات مقدمينهم واحدين وفاتوا سواهم ومشكلتهم قاع بينهم على قضية بينهم والله، وسحبوا عن الشكاية. ورأينا واحدين معدلين شكايات من واحدين اللي يدور يوقفوهم وتوف، أنا ما ريت قطعة الأرضية ما نحكم لي بيها، يقال ماني مخليك أنت تبني. وبالتالي رأينا واحدين معدلوا قدموا شكاية وما فات نعطاهم الترحيب، يقال رجعوا قالوا لهم واحدين بقالت لكم فهم طشي اللي بقالت لكم لعلي يقبلها فلان والله فلان، يلا ترجعوا وتقعدوا فيها. وقبلنا المعايير اللي عندنا وطلقنا فرقتين كلهم عليها مفتش، وكلهم فيها 6 أفراد من الفنيين، وعدلنا لهم تكوين في الوزارة سابق انطلقوا بين هذيك اللي العملية تعرف دائما اللي تطلق تشيب هذيك هذيك المراد وماشيين اللي يعدوا المداخلات، وهؤلاء الناس اللي كنا نعرفوا ولا الناس اللي جاعدوا المداخلات ولا يعطوا لك ويعطوا هذيك بعض المراد اللي تشيب دائما العملية. قبلنا فرق وكوناها في الوزارة، عدلنا هذا تكوين على المعايير، مصطلح المعايير اللي الله على أساسها تحكم له وتحكم له وتيسر القطع الأرضية. المسألة الأخرى مشينا من الوزارة بتعليمات صارمة بعلن للمعايير اللي عندنا فرض عليها تطبق، وعلن وحرص الدولة على تطبيق
اللي قالوا القانون لا يوازي يكون حصها على كل مواطن ينصف. هذه مقاربة جديدة وانطلقنا. عندنا بعدنا أول من أول المعايير اللي عندنا اللي نمنح عليها، أولا نخصصوا رجاج إذا كانوا مسجل ولا ما هو مسجل. لين يعود رجاج مسجل خصصوا عنده ينقادوا شي ينقادوا فيش اللي تعود عليها المعلومات اللي يسجل عليها. عقباك نخصصوا اللي ينقادوا تراكينج، معناها الناس اللي جات ساعة عدلت صورة ويعود عليها اسمه. ثم نجل القطعة الأرضية ونخصصوا حيازته شنو هي، كان حيازة حيزها شامل. عنده مساحة يلا يعود تعود عند الشخص اللي يجي فيه. خارج مساحة يلا تعود عند الشخص اللي يعود ماشي به. إلى أن تخرج علينا كي المعالم، فهم واحدين يهيشوا المعالم ويلموها ويقنبروها إياك، بعدين يهيشوا نلجؤوا شرط الصور الجوية اللي عندنا نبدؤها من 2012 2014 2016 2018 ونبدؤوا نعدلوا المداخلة بين الأطراف. إلى أن نعدلوا المداخلة ثم معايير أخرى تقصي في هذه قضية الزوجية، في قضية الإحصاء اللي يعود رجاج مداخل هون وهو إحصاء وما هو تسلسلي، يعود حاصي في بلد أخر ولكن البلد قد تجبر فيه والله ما أجبر، وجههم مداخل في بلد أخرى نقصوه من ذيك الناحية. فهم قضية الزوجية، فهم قضية حد مدوبل اللي يعود رجاج فات دوبل، حد قد تجبر قطعة مثلا، حد يقلع من مباشرة قطعة أرضية ما يجبر القطعة الأرضية اللي مداخل فيها. إلين تعود القطعة الأرضية الثانية ما مداخل حد فيها ولا بمطر قدو نعطوها له حسب الظروف اللي موجوده بها، اللي هو خارج مبدا انطلقنا منه الدوله الدور التراب للمواطن، وهذا الله يفهم المواطن. لو كان المواطن اللي قاصر يعرف الكيفيه اللي تحصل بها واحده من الدول على قطعه ارضيه يا تعدل فيها السفاره ينصف الدوله، يعرف عن التراب ندار الليل ولا تنعطى للناس الاخرى، تنعطى الليل هو يقعد حرصهم بعلن. هناك معايير انطرحت، هي المعايير هي اللي توفر في الرجاج لا يجبر قطعة أرضية. لقد سبحان الله ذاك اللي ما جبرت فيه مولي الدولة قالت بعد انه هو ذاك اللي قصر وعانى وعطيه الفترة يلا ينقاس به قطعة أرضية أخرى مولي وتنعطى، يقال هذا ما هو هذا ما هو. وهذه هي المعايير اللي عدوا اللي مشات تطبق. عرفات وتجنين ودار نعيم. عرفات وتجنين كم لحقت فيهم ثلاثة فات وفات في واحدة من المقاطعات؟ وفاو جميع المقاطعات من ناحية المداخلات ثلاثة. معناها كل حد في المقاطعات عنده مداخلة يعرف الليلة كان كل حد في المقاطعات يعرف الليلة كانوا عنده تراب ولا ما عنده. والله ما انقلب. وفتحنا لهم وجاونا. وفترة الشكاية وفات والله مازال. فترة الشكاية مات لا تستقبل. وجاتكم من الليلة 16 اللي جاتنا 16 تقريبا. وقعدناها ونعتنا لها للقرار اللي انطبق، وفيهم واحدين شرحنا لهم ونعتنا لهم الصور اللي قالوا ان احنا انتم المعايير لابد ان تنعتوها لنا، قلنا لهم تفضلوا، ودخلت على لجنه كبيره وفتحنا لهم على المعايير وهشان انا راعي موجود، اراعي صوركم ذيك الساعه، اراعيكم 2002، اراعي العود اللي كان هون 2014، اراعي الحديده اللي كانت هون كذا، مرقنا لهم المعالم اللي كانت فيهم موجوده. وقلنا لهم الكيل الخليق راعي انتم كيلتوا، انتم عندكم هاي المنطقه انت ما دعيتها، ادعاها هو، هاي المنطقه دعيتوها الاثنين قسمناها بينكم، هاي المنطقه دعيتوها الاثنين وهي ما تزيد ولا تنقص حرمناكم منها الاثنين. مجموعه من المعايير انبتها، المعايير اللي موجوده اللي تلاقي الواقع اللي على الارضيه. فهم ذيك المعايير الاخرى اللي تتعلق بعلنا نفلفوا نشوفوا قضيه الاحصاء تسجيل اياك ما فات حد استفاد فهم بين يعود الزوجيه تعرف عنها تملى على الاستفاده مره اخرى نشوفوا لين يعود القطعه الارضيه تعود كي قلت لك قبيل بعدين تعود فيها نيمروين وتعود انت فتريت واحد ومداخلك واحد اخر يا الله يجبر ذاك النيمرو الاخر. ما تكون في معايير محدينها واحد اثنين ثلاثة 16 معيار منعتينا الناس 16 معيار كونا عليها اللجان ومشينا بها ولين يجوا الناس ويقولوا احنا اللي نطبق عليكم من درا سابق تدخلوا في تنفيذ هاي المعايير كانكم هاي الناس قد جيتوا شرحتوا لي المعايير عدلتوا تحسيس فيهم 4000 عدلنا تحسيس بعلنا رانا جايين لين نعدلوا بمداخلات وان لا ننهوا المعاناه اللي يعيونها. ما انا الله قاع اللي من الامور قاع اللي هيشاها حتى بعلن الناس في شي قاصر صور من 10 عمان ومن 8 عمان ما يقد يبني ولا يقد يزيد بنيانه وعنده مداخله مع رجاج ما تلاقي لا يعدل لا دوشه يعدل بابه والله شيء ياك ينستر فيه ما قالوا هذا ما تقدر تعدلوا يمشي السلطات وتوقفوا. الناس عندها معاناه متين لين عاد قاع هي تطرق علينا الباب قاع اكثر من ما نحن نشوف. هي قاعد مدينين طرقوا علينا الباب وقبلنا هذه الاليات ما عجلنا عندنا نقبلوك الاليات اللي نعرفوا بعدين هي توفي المعاناه ما عجلنا عنها وطبقناها بكل يلا يعرف المواطن بعد هاي اللي جات
ما عنده أي علاقة بارواقيش ولا عنده أي نية فعلا أنها تمنع أو تحرم. بون العمل البشر أصلا ما يشيب من عطعود في شايبة هون مردة هون كلا ليخلك يا غالب عادي لا أخذ قد فم حالة وتقعد قليلة استعدينا بعد النضاش أخرى. رأيتوا حد عنده حالة كانت؟ رأينا حد عنده حالة حالته واضحة وكانت رأينا حالة والله ثنتين تم فيهم تحايل من طرف الخصم تحايل عليه واستطاع بعد أنه يقبل القطعة بالتحايل. حجة الخصم هي اللي قلعت من آخر تراب حق بعد قلع منه تراب ودينا رجعنا وخلصنا وعمقنا البحث رجعنا الحالات ما هي أسلحة تدوط عبر 12 ولا 13 عمقنا البحث وعدلنا مراسلات للحالة المدنية عدلنا المراسلات لبعض المحاكم استعنا بالمحاضر اللي كانت موجودة سابقنا أرانا الحالات في مشي تعود شكاية يمكن هجال وفي مشي تعود قط قاس تلجنة وحكمت وابيق باللوخة وفي هالشي قط قاس تملي لجنة أخرى وحكمت وباوي قبلوا وعدت هذا هو الحل النهائي. وانتم مركز التنفيذ في باوي قبلوا تنفيذ الحالة والله تنفيذ الحالة النهائي شوف 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 ما خالك الرجاج لا هي تعدد مداخلة بينه وحد ما قال بعد انه ما يلا لا غير لان اجباري عنه هذا هو الحل النهائي هو الحل النهائي النهائي هذا قلت لك بعد انه القضيه لا توفى توفوا قرار قبلته الدوله وفي صالح المواطن يقال ما لا يزمق رجاج عنده مداخله ما اجبر قطعه وحاصه الدوله بعد انه تعود في التاهيل على انه ما ينزلق في ما يندار بعيديك المادي وهذا الطرف الاخر اللي مشى عند الترام ما سعفتوا المعايير هذا اعطيتوه قطعه ارضيه والله ما أنا الله قاعد لفهم مرد دخلها فهم بعد أن قلنا بعد أنه كلهم يجبر قطعة أرضية ويجبرها سابق ينفذ عليك إذا تعود عندك الأقلية سابق ينفذ عليك يجيك الإدارة المسؤولة الوكالة التنفيذ وتعطيك قطعة أرضية وتقول لك أنك تقيس القطعة الأرضية حدها تنفذ عليك ودياس المذول القطع في التأهيل تصور بعد ذلك العدد اللي هو اللي عندنا كامل اللي قد كبره تعرف لا يطلع حد منه كم؟ يطلع حد منه 103 من هذه 1200 زايد والله 1400 معناها هذوك الباقي اشتركوا كل قطعة فهم قطع كانت رأينا قطع بعدين خارجين واحدين كانوا مدوبلين ويعود واحد مدوبل القطعتين وواحد مدوبل ما هي في نفس المنطقة؟ في نفس المنطقة يعود هي شفته وهذا خاصة في تشنين وحدها شكاياتها 1130 صور يقال 1130 ثلث منها كانت الا حد فات جبر قطعة ويدور يدوبل والله حد فات جبر قطعة ودين ثلاثة يدوق يدوبل نعطاته واحدة في الترحيل قد قالت له فهمت شيء شكي قلت لكم قعد فيه وقال هذه ماني راحك عنه ياسر مش حق هي عقلية عندنا احنا بعد ان اللي نعطاك ما نقابل يكون على انك تمشي ما نقابل تمشي على ذاك الاخر بغض بعد احنا حرصنا مودي بعد انك رقم حصك انت بعد انك تجبر فهم قطعتين وتجبر ثلاثة وتجبر أربعة اللي نعود ما ندخلك اللي قاش في قطعتك الثانية نعطوا هذا إذا يقعد من داخلك اللي قاعد فضى عليه نعطيه هيك القطعة مزنا المفتش أنا صار سلوف المعايير بها اللي هي اللي على أساسها اللي نعرفه تعرف الناس كان فعلا هاي القطعة عنده والله القطعة مزنا المدير شنو تاريخ هذه العملية بشكل عام؟ هذه العملية التالية بدأت من اللي ضرك أسبوعين العشرة أيام بالضبط طلقها معي الوزير من توجوني بدأت تركيتها ويلا تستمر مدة 45 يوم يلي في هذه الحالات اللي ذكر لكم سيد المفتش ذا اللي من يتعلق بعرفات حكما وشارف على النهاية ذا اللي يتعلق بدار النعيم واللي عاد قريب من ذاك هي أساسا أكثر ذا اللي فيها هي أكثر اللي في مقاطعة السلافة دار النعيم وعرفات لأنهم عرفات هي العملية لها شي زايد على 10 سنوات تالي عرفات كانت حكما هوافية اللي كان فيها كانت شكايات وكانت شكايات مستعصية اللي قبط لها الوزارة دي المعايير اللي اشرح لكم سيد المفتش ونتيجة لذلك الحمد لله انحلت المشكلة تالي هاي العملية تنفيذها ضر قد نقولوا عنه لاحق نسبة 98% عن هذه المزار منها 2% ولا هي حالات أكبر من قدها والأساسي من اللي شرح سيد المفتش على الناس ما في أحد وعد الشارع الناس اللي فهم كاملة اللي منها قاعد في بلو حرصت الوزارة على أنها أكبر عدد ممكن قد ما يبعد عن بلد اللي كان به في وعد له خاطر من اللي وعد الترحيل من البلدات واللي فيها لا يجبرها سابق يمشي شورا بالتالي هالعملية ظاهر لي عنها قد نقولوا على أنها وافية والمواطنين الدولة ما بخلت لهم شيء بها اللي حالة كل حال وفرت لهم قطع أرضية وفرت لهم قطع أرضية مجانية ما فيها اللي الحمد لله دافع عنها شيء سوى شنو هو ونعرفوا عن توفير القطع الأرضية عنه جزء كبير من السكن بها اللي حد وفرت له قطع أرضية معناه أنه عاون وأنقلع عنه ذرذ السكن إلى عاد ما هو نص تلهي العملية الحمد لله وافية ونختار المواطنين يعاونون بأن القاصرة ما تقدر تتم مستمرة
القزرة مشكلة لا بد من سنة نشدوا أخبارها بحال نعرفوا كان بعد قاع مزاد خالق القوانين ما هي سامحة بها بها وبها اللي مولي الدولة وفرت لـ وفرت لـ وفرت للمواطنين قطع أرضية ثاني هو نعطى بديل هو فيه ترحيل حالا هذه المناطق اللي راح لها فيها وسائل الحياة كاملة فيها مدارس فيها هو هذه البلادات هذه البلادات اللي معدلة الدولة كاملة اللي تعد فيها الخدمات اللي منها ما فات عاد فيه مبارك معه تعد فيها الخدمات كاملة تعد فيها الطرق تعد فيها المنشآت التعليمية تعد فيها المنشآت الصحية حية تعد فيها الماء والكهرباء الخدمات الضرورية كاملة ما متوفرة فيها ما في مواطن له ينزرق في الأخلة وبليدة ما متوفرة فيها الخدمات هو اللي نختار المواطنين يتعاونوا معانا فيه من أجل توفير هاي الخدمات اللي هي إذا لا ينجو لشق المعايير اللي كنت تكلمتنا عن جزء منه على أي أساس صنفت المعايير لهذه المداخلات إياك فلان والله علان اقتنع عن هذه ترابه أنا وذاك اللي رحلهم اللي قاس التراب نعطات له كيف شرطنا عنكم اعطيتوا قطع أرضية اجبرتوا مشكلة ولا في اقناع الناس تقيس القطع اللي اعطيتوه اجبرنا مشكلة يقال اجبرنا مشكلة من ذاك الشكل من الناس اللي قلت لك اللي بعد انه متعود قضية قاع القزرة وعاد معتبرها مهنة قاع وما يبقى هي قاع توفق يقال الناس اللي فهم اكثريتها اللي جيناهم عدوا مداخلات كلهم تحقنا داره طايبة 8 عمان 7 عمان 6 عمان هو ما قد يبني ولا قد يدش الخدمات ولا قد يعود من بدياته حتى بعد انك دين خارج واحدين يعودوا محرمه بعد انك ما تقدر تعدل دوش بكدي انت ما تقدر تبني بكدي عندك مداخله مع لقاش صور لي لقاش يعطي 6 عمان وما عنده دوش محرم عليه يبني ومبارك ما تقدر تكوشه ما تقدر تزيد عنده تعدله الى هيشه والله شيء وتحقناهم دارهم طيبه يا قال هاو الناس هم أكثرية يدور قطع على بابهم كلهم مواطنين يدور قطع أرضية مدركة كبرى عيتوا تاريخهم في التراب واحد يقول لك مثلا أنا خلقت في هاي القزرة والله وربيت فيها وهذا جايين الأمس والله والنامس شارين والله طرع عند الرجال لا كودي على أساس وعدلنا الإحصاء لا كودي على أساس وعدلنا الإحصاء الإحصاء اللي موجود والجلالة خارجة فيشين قال لها فيش دراسة ما تعود عند الرجال معروفين تيشي ومعروف التاريخ اللي شافي ومعروف أسرته تتكون من كم ومعروف مبانيه اللي عنده فهم تتكون من ايش كان عنده بار كان عنده بيت كان عنده كذا كان عنده كذا وهذه المعايير هي معايير هذه المعايير تعطيك ساعه في الاحصاء اللي يعد تعطيك ساعه في الاحصاء انتم اعتمدتوا حد قاع ما هي عنده حد قاع ما هي عنده احنا بالنسبه لنا ما نعتبروه بعد انه ما لكن ذوك شكله اخر من هذا واكيش بس انه يجون وعدلنا معاهم اللي مو فيهم ياس مشاكل واحد يقول لك انا مثلا القطعه الارضيه كنت فيها وهذا الجاري جاء وصل الإحصاء وحتى ندالوا رقم موت ما هو مسلسل مع الرقم لا من المعايير بعدين رقم خمسة واحد من تجبره 1000 تجبر المتوالي عنده 300 وش فم المعايير اللي عندنا بعدين الإحصاء لين نخطصوا رقم نخطصوا ذاك الرقم فم فترة زمنية خلق واحد يعود جاء الإحصاء وتخطاه لحقوه وفم لحقوه مليت وكان يكسع عليك الناس كانت عليك مشاكل يكسع ليك الناس وحلينا مشاكلها اللي منها جانا وقالنا بعدين نمشاو عن الناس وعدلت لجنة عاقباك اللجنة قالها اللجنة المختلطة فيها الحاكم وفيها العمدة وفيها الأعيان لأنه قاع مشكلته ما جاءوا مشكلة ما الحقناهم حقتهم بهذا اللي منهم تغذى من الإحصاء منهم عنده مداخلة اللي منهم تغذى من الإحصاء نعطى عاد عنده ذيك طاقة الإحصاء اللي 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 ريسبونس مال اللي على أساسه قاع احنا عنده مداخلة معنى الله فم مسألة غريبة عندنا أي قطعة أرضية لحقناها زايدة على 240 متر مربع نقسموها لأن لحقوا فيها مداخلة نقسموها بين الحرس بين الحرس بعلن المواطن يبقى فن بين الحرس بعلن ندوه 8 عمان و 10 عمان ياك ما يحول شرب للوخر عندنا نقسم القطعة الأرضية فهم واحدين أخرين اللي انقلبوا في المداخلات إذا خلصنا لحقناهم فاتوا واستفادوا من الترحيل قط نعطاهم الترحيل ونحكم لهم ونفع عليهم ومشاو يا قاد رجعوا قالوا لنا لكننا راجعين بكل بساطة لكننا راجعين ندور مدي مازلنا لا صانعين التخمام إذا رأينا شيء حد راني يمروا ما يخسرش وإذا ما رأيناهم مدي احنا فينا رأينا يا قاد عندنا قاعدة بيانات باز دوني مضبوطة نقبل من المعلومات خارجين واحدين نتذكر بعد انه باط من الأمور اللي وقفت عليها أنا من نفسي بعد اني حرطت المداخلات ومرقنا الصور مرقنا الصور الجوية لما مرقنا لهم الصور وعرضناها عليهم قال لنا راجل هذا بعد نشهد بين يدي الله بعدين من المعالم كانت ذنبتها كالطوطات لهذه الأمور وطغينا هذا من أجل ياك يعود عندنا دليل أقوى يقال بأن لا الاحتياج للقطعة الأرضية
وعقبة القطعة قاعد صالحة لأنها تنقسم. تنقسم بينهم وأهلناهم. جبروا لي ثم. وهو لكن قاعد حقيقي. شاوني الواقيش في المكتب. وراه قاعد واحد منهم قاعد يبعد لي القضية إني قاعد نخليها بيني أنا وهو. يقال شاوني وقاعد لي سيد مفتش إحنا لو عدلتوا بيننا مداخلة. ومشيتوا لا تعطوني نتيجتها. هاي المرأة اللي عدلتوا بيني معها المداخلة مات لا تسال مدة 3 أيام. يقال أنا أوالمها. حرفت المعايير وحرفت كذا وجايكم دوركم للمريده تفصلوني معها. فتحت قلت له الله يجازيك بالخير انا قاعد فتحت الخليه خلاص حكنا حاكمين القطعه حاكمين المراه بها. قلت له احنا راعين حكمنا بها لان مش رسالته شولات قال ياك العبد هو السقم السقم زين وقلنا له وهيدا وتبرى منهم من حد بعد قلنا له وهيدا انتصلا لا تقيس الترحيل. يقال المساحه البليده اللي انت فيها 8 مروات عند الدوله في شيء كان محتلين وحدين مدولين في شيء كان محتلين كلا في شيء ابيض في شيء او سبقوا فيهم والله اعطينا نسبقوا فيهم الناس اللي احلام اي رقاش انقلب في المداخله بالمعايير المضبوطه نسبقوه في النمر اللي احلام اللي نمر الدوله هذا يقودنا الازدواجي تعود واحد عنده نمر وين واحد ما عنده نمر انتم راكم تجبروا كردان انتم مسجلين نمر مولاها مات لا عنده حق يجبر ابدا معناها انه لين يعود فات استفاد لين يعود فات استفاد يقد يشري غير مات اللي عنده حق يتملك يقيس قاع الى 6 فرق زين ويشري قاع قطع ما عنده حق التملك بضيق مات اللي عنده الحق بتنتنحلو تمتنحلو قطع تعال انطلاقه مناش برنامج رئيس الجمهوريه اللي اعلن عنه في مشاهد السكن لكل اسره الحق في قطعه ارضيه صالحه للسكن اسره جدي بيان ولا قال لنا ونعطاتنا به التعليمات ونقال ما هو فترة السياسة قط نقال فترة ومن الأمور اللي صعبت علينا قضية هذه المداخلة بعلن الحملة اللي وعدت فيك الساعة اللي نتلاوه نعطوه القطعة الأرضية بعلن لكل مواطن الحق في قطعة أرضية سكنية أنا كنت لين خرص ناري واحدين عند انطلاق المسألة من ذيك الساعة يقولوا شوفوا في التلفزة نحن رد نخرص يقولوا لكل مواطن الحق نيتيت نخلص لكل مواطن هم احنا 4 ملايين ولكل مواطن الحق في قطعه ارضيه والنواكشوط ما تلاقي 4 ملايين هو كيف شرط المدير الناس قاس النواكشوط كامل ليك ساعه ليك ساعه زمن الاحصاءات كانوا هون الناس باص عاد من عند يجحدون يعني باص الحق 40000 و50000 فعلا سيد المدير هذا يقودنا الطريقه اللي تنبيه رضا هذه الاطراف من درا كان مراعي رضا هذه الاطراف في قضيه منح القطع الارضيه اياك الخصم يعرف عنها القطع مالو يلا يقص الترحيل بلي ترحيل كيف شرطي زادوا ما عنده مشكله عن في 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 وسائل الحياه كامل وكيف التنفيذ والله يعني الحمد لله العمليه تمت برضا قد نقولوا عنها برضا الجميع لكن اللي فهم فيها حالات ما هي كبيره كيف شارلها سيد المفتش فهم حالات كيف شفتوا انتم تعودوا شفتوها في وسائل الاعلام الين اطلعنا عليها اذا هي اللي ناس عن حسن نيه منها جاتها ناس اخرى وثلاث تقول لها هذه يقول واحدين جاوا واخونا من مباراته واخونا ديارنا ذاك اللي انت تطلع عليه ذا هو اللي ذوك الناس عن حسن نيتهم تجيهم مادة اخرى وتقول لهم ان القرار لا يرضاوا به وش اذا كيفته هو اللي انتج عنه هذا حقا الناس بشكل عام راضي عن هذا به اللي الهدف هو توفير سكن لائق كيف تقال سيد مفتش الهدف ان الناس تجبر قطع ارضيه وجبرتها بشكل مجاني إلين خرصوا هاي العملية استفادت منها 118,000 أسرة. عملية كاملة. عملية كاملة استفادت منها 118,000 أسرة. إحنا نعرف 118,000 أسرة هذا لا في نواكشوط وحدها، بين اللي فما حياة عشوائية في مدن أخرى. هذه المدن اللي ضاش عنها ياك ما نعود نواكشوط. في مدن أخرى. هذه فما فيها. فما تقريباً فما فما أساساً مدن رئيسية، فما عندنا تقريباً مدينة نوادي وكانت فيها حياة عشوائية وقضى عليها بشكل نهائي. وفم مدينة زوارات وفم مدينة قجوجت وفم مدينة روسو يقال هاي اللي نتلاو نخرصوا سبب شنو هو لا الأسباب كنت نقول لكم الأول اللي هي الهجرة هاي نعرفوا أنها مدن على كل حال فيها 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 الشغلة هاي مدن منجمية مدينة نوادي مدينة اقتصادية مدينة قجوجت مدينة فيها مدن كانت عندها روابط اقتصادية كانت هي اللي فيها هذا في هذه الحالات اللي هي والسبب شنو هو أن الناس دور تعود ما هي بعيد من بلد عملها هذا هو اساسا معناه ان دي الظاهره ما هي خاصه كاع لنواكشوط واحد قال ياك نرجعوا لنواكشوط نواكشوط وقسمت في 118,000 قطعه ارضيه وهي القطعه هون كيف تشار سيد مفتش تنعطى الاسره هو سكن اجتماعي معناه ما تنعطى للفرد تنعطى الاسره وكان مشروط الاحصاء اصلا ان تعود اللي حاصل تعود اسره ونحن نتلاعب نخرص نواكشوط يلا يعود اللي فيه يلا يعود حوالي 200,000 اسره هو اللي يعود في نواكشوط اللي زادت تزيد ب 50 115 منها معناها عن اكثر من نص سكان نواكشوط جبر قطع ارضيه
بالاضافه للقطاع الاخرى. يا غير ملي من المشاكل اللي انطرحت في هاي بركاتيه نفهم ناس هو هذا سكن اجتماعي، القطاع الارضي ما يدور للناس اللي محتاجه، فم جماعه ما هي محتاجه هي اللي دخلت في هذا، وياسر منها هو اللي انتش عن ذي المشاكل ذا هو المشاكل ذا هو على كل حال. الجماعة علينا نقولهم علينا نحن يا الله سنة ذاك اللي منا ما هو فاصل يستبق ذاك اللي فاصل ذا هو اللي يا الله هي قاعد يلا يعود جزء من ثقافتنا وجزء من عنده آلية تقريبا قد يميز بها والله لا على أساس ذيك عنده آلية ما هي طرحة مشكلة. إحنا قاعد بالنسبة لنا ذيك القضية ما هي مطروحة بركاتية به اللي الناس إحصات فترة معينة مسجلة كاملها لديك المعايير اللي عدت ساعة عندك الأسر اللي جبرت فيهم كاملة نحصات واستفادت ذيك الأسر كاملة حتى أنها قاعد استفاد شيء ما كانوا محصيك الساعة نتيجة لا شافت الدولة أنه عنده هذا ظروف واحتياج أنها مدى محتاجة مدى ما هي جابرة سكن كان بالتالي وفرت لها الدولة على ذاك الأساس قطاع أرضية. من رأي الناس اللي ما قعد جبرت قطاع أرضية كان زادي عنده آلية قلت تجبر بيت ترى ما هي القزرة مزينة ليش شدوا أخبار القزرة وكانوا أقصد قاعد مزات في قزرات وغير توب الناس اللي محتاجة للتراب جبرت الناس اللي دور تراب ولا هي قزرة الناس اللي محتاجة للتراب جبرت القزرة ما يلا تعود وسيلة مزينة ليش شدوا أخبار بشكل موسع. سيد مفتش مزات في أحياء عشوائية الآن في الواكشوط عقب هذا التقسيم عقب منع إكساع اللي قد تخلق الله لعنه إكساع مرسوم ولا قانون قد تخلق عن 2012 جرم العشوائيات مازالت موجودة حالا عندكم قزرات مازالت موجودة خلقت عقب ديك الساعة خلقت وهي التعامل شنو هي القزرات شنو التعامل معها مازال عندنا مجموعة من القزرات في شيء قزر خارج المخطط عمران وفي شيء قزر مدة قزرة يقعد قزرة تراب للدولة فات عطاتها لوحدين خارج المخطط العمراني هذا المعدل الجديد ولا المخطط كان موجود خارجه ما معدي مديرية شنو كيف شو احنا عندك قصرة عندك قصرة المقيطي عنده مشكلة قاع أخرى وإحنا وقت ما مسيناه لأن للسبب قزيت المقيطي هذا مشكلة المقيطي الحي الترابي اللي فيه المقيطي مدوبة 13 مرة اللي الله يجبر من 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 قطاع الأرضية معناه كان فات نعطل وحدين أخرين يا قال ياك نكاك تقطع عليهم المقيطي لا بدالك من تعدل المساحة قد المقيطي 15 مرة لماذا؟ لأنك تجبر إذا كاش عنده براك قدامه مترين يقال حاصية فيه 6 أسر ومن المعايير قط نحصاو محصيين حضروا في الإحصائي كسر والله ومن المعايير اللي أنا من يعني معيارنا الأول حد حاصي يقال عاد عندك 7 رواقيش حاصين في مساحة 4 مماطق وعندك 12 رواقيش حاصية في 5 مماطق هذه من الاختلالات اللي خلقت ذيك الساعة اللي كنا نقول لكم بعد ان قضيه الحمله اللي وعدلت بعد ان لكل مواطن الحق في قطعه ارضيه وهذا برنامج جاي جديد وهذا ليك الملاد باطل اللي وعدلت سياسيا ولا وعدلت فنيا عطاك ياك انك تقضي عليه المقيطي صور معي المقيطي لا تعرفه ياك انك تقضي عليه لا بدارك من تم قطع 14 مقيطي هاي مشكلة وجيت لي تقضي على قزرة كريت 14 قزرة 15 قزرة ودي المثال الاخر شنو ياك العود عندك الذين قالوا عندك الذين قالوا قزرة اسكان راهي هك على شارع المقاومه من لورا هذه اللي بال وعندك قزرة شباب معروفه هذه يقول الوطنيه الوطنيه موضوع اخر عندك قزرة الوطنيه وعندك قزرة في السباخه وعندك قزرة سوق مكه وعندك طب توشوني حلاها قزرة وعندك قندهار وكريات مديرات متدخلة في نهاية قندهار قد شارع المخطأ في نهايته في المقطع قال هؤلاء القصار شكلين خارج مدة تعود شنو تراب قطعته الدولة دلقاش ويجوهم ويحتلوا وهذا لاهي يقيم عن ذاك البلد اللي فات تعطاته الدولة التراب المتكل الدولة والدولة هي اللي تمنح على الأسس ما دامت ما لقات فيك الأسس ذي المناطق كاملة اللي دخلت فيها الوكالة الحضرية هذه مناطق اللي انعدمت ذات نفعها وبالتالي عدت تعود عندك بريمة تكلافدها يا قالك بريمة ما تلات عندها قيمة بها اللي عاد أقوى منها البطشي لأنها انعدمت ذات نفعها أهلها إلين يسجلوا في الإحصاء اللي خلق قال يوم واحدين يجاهم ليك ساعة وقالوا إحنا عندنا بريمة ولا ما نمتكلمين على ديها ولا سجل عقباك عاد تفرغ عليهم يمشوا شو الوكالة لين يعرفوا لين تمرق لهم بطشي دي لا يتحل محلها لأن تم إعلانها لا تنفع الورواقيش اللي مجدة في قطع ذات منحتهم الدولة الوحدين الدولة هي التعطي ولا تقدر تعطي مرتين يقال اللي منهم نحصى وعنده إحصاء لا هي
يمشي شوية قطعة أرضية لين يعود الهدف هو السكن. كي قالت لك المديرة من الحالات اللي رأينا اللي تمينا لين رجعونا قاعدين فيهم العيال لين تلينا نخلصوا لحقناهم حالات قالوا لهم رواقيش خرين بعد انهم يرجعوا قالوا لهم رواقيش خرين الدولة لين يقعد حد فترة فرع عليها تعطيها ما تقدر تصوعوا منها الدولة لين يقعد حد الدولة لين تمنح له رقاش وتعطيه ما يقدر يشيل رقاش اخر ويحتل الدولة تحمي لك الاعطاء بيه اللي لو كانت ما تقدر تحمي اللي اعطات ما يعود قاع ما يعود ما عنده معنى. ثم مجموعه مزات من القصر خارقه في الشعب المخطط وفي ونحصى واهلها لا تسوى قضيتها. يا غير تصور بعد انها في الشمال المخطط اسمح لي فوت التنسول المدير هاي الناس اللي مع المخطط في الشمال المخطط هاي الناس اللي مع المخطط ايش لا يخلي ماني قال عن فهم الناس اللي مع المخطط به اللي ذي العمليه اللي تتعلق بوكاله التنميه الحضريه عدلت مخططات وهل المخططات صادق عليها مجلس الوزراء ووكالة التنمية الحضرية هنا تيها بالمناسبة مولي هي ذراع من ذرع الوزارة ذراع فنية هي المكلفة بهذه العملية بهذه العملية وحقيقة قامت بجهد كبير فيها وقبلت لها الناس أكفاء قبلت لها مهندسين وقبلت لها فنيين وصهرت على هذه العملية اللي هي ما بخلت شي فيها لو كانوا المواطنين مطلعين على الظروف اللي اشتغلت فيها هذه الناس يا كنت قد توصل لهم هذا كانوا مطلعين على اللي عانوهم يشتغلوا الليل والنهار ويمشوا في الشمس ويمشوا في الحر يمشوا في الحر يعرفوا انهم ما بخلوا شيء ولا يفهموا المواطنين يكون هذا من من من, من اجل خدمتهم ومن اجلهم هم وبالمناسبه هنا تيام اللي نوجه شكر على شكر كبير وشكر خاص للي قال السلطات المحليه هاي العمليه نحن قطاع فني هاي العملية ما كانت قد تخلق لولا التعاون مع وزارة الداخلية مع السلطات المحلية مع الحكام مع الولات مع الحرس مع الدرك الوطني مع الشرطة اللي حقيقة هم اللي هذا واكبوا هاي العملية كانها قد تخلق بالشكل ده معنا أنهم بذل فيها جهد كبير بذل فيها جهد كبير وبذلت فيها حقة أموال من ميزانية الدولة به اللي هاي العملية الأخرى اللي خلقت على ميزانية الدولة بينما العملية خلقت سابقا كانت فيها تعاون مع البنك الدولي معني العملية الوزارة ما بخلت لها شيء قبضت لها الطاقم اللي يلا عدت لها الدراسات اللي يلا تعدلها اشتغلت بظروف كانت صعبة اشتغلت في الليل وفي النهار وفي الأوقات اللي قد تعود صعبة ياكنها توفر للمواطنين هذا اشتغلت طبعا بالتعاون مع هاي القطاعات اللي لولاها ما كان قد يخلق شيء حتى هذه عملية التنفيذ دارك مواكبينها مواكبتها وزارة الداخلية ومثلها في الولايات ومثلها في الحكام ومواكبها الدرك الوطني ومواكبها الحرس ومواكبتها الشرطة وملي بالتعاون مع القطاعات المعنية وبشكل خاص من وزارة المالية وهون نختار نقول للمواطنين على اللي قالها وزارة الإسكان أنها ما عندها صلاحيات المنح أن الدولة قررت في مرسوم من مراسم اللي مطبقة القانون العقاري لوردونانس 4323 القانون 3827 اللي متعلق بالعقارات على اللي قالوا جهه المنح انها من اختصاص وزاره الماليه بالتالي وزاره الاسكان للمواطن هنا تيها ما هي جهه تعطي التراب اللي يعطيها وزاره الماليه الدوله اللي اعطته صلاحيه المنح وزاره العمليه كامله توالي وزاره الاسكان اللي تعدل التخطيط وزاره الاسكان تخطط مهمتها المخططات هي اللي تعدلهم وهاي العمليه اللي نحن الليله نتكلم عنها هي عمليه منتهيه معناها انها وافيه ملي معاها قضيه القزره به اللي الناس نحصات حوالي 120 الف اسره وهذا كيف قلت لكم على انه يناهز ذره السكان نواكشوط وجبرت قطع ارضيه وذيك القطع اللي منها ما فات وستصلح لا يستصلح اللي منها ما فات وجاته الخدمات لا هي تجي الغش قال عن المواطنين يتعاونوا معنا على اني العمليه توفى ولا بد من توفى به اللي نحن مواطنين ما قدروا يعيشوا في هاي الظروف الذهية هاي ظروف ما يقدر يوفر لمن فيها به اللي مده ساكنه في سكنهاش ما يقدر يوفر لها لمن وكيف تشفنا من الحالات اللي شفنا من اسباب هذا هو هذا من المسائل قاع الضروريه نتوفر الخدمات نوفر لمن نحن قطاعنا يا ريت يتجاوز هاي المرحله لشنو على انها تعود مدينه بوجه حضاري ماذا هو انه يعود عمران على كل حال الى ما تجاوز عمران هاي الدول اللي في زرنا يعود بعد متفق معاها انها يلا تعود فيها سكن لائق انها يلا تعود وجهها الحضاري وجه العمراني يعود يعكس هويتها يعود بنيانها نشوفوا فيه هويه موريتان نشوفوا فيه مدنها التاريخ نشوف فيه تاريخها نشوف فيه ثقافتها الى اخره بالنسبه لنا هاي العمليه يلا تعود متجاوزه
بها اللي كيف قلت لكم شرفت على نهايتها للمزال منها مسألة محدودة. الدولة كلفت به وكالة التنمية الحضرية أعطتها كافة الصلاحيات على أنها تنفذ هاي العملية اللي هي. وكيف شعر السيد المفتش هذه عملية ما بخلوا لها شيء في الدقة، قاسوها المفتشي من نفسه، مشاو لها اللجان، مشاتوها المفتشي، مشاتوها وكالة التنمية الحضرية، وشكلت لجان ولين تجيب اللجان قرارات ويطعن فيها المواطنين، تمشي لجان أخرى مولي من أجلاش من أجل إرضاء المواطنين، وظاهر لي عنه الحمد لله إرضاء المواطنين، ظاهر لي عنه، قد اللي نقولوا عنه حصلنا عليه، بين اللي وفرت له قطع أرضية وليتوفر له الخدمات وليتوفر له الطرق، وهذا هو هو اللي دور أي مواطن. وفتش الموضوع اللي قاطعتكم فيه أخبار هذه 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 أخبار القزرة، هي قانونيا ما تات مسموح به. وحدثتنا السيد المدير عن المواكشوط وعدل عليه الشريط، معناه حدود المواكشوط انعرفت. الناس ما زالت تقزر. شفت الناس ما زالت تقزر، هي القزره مشكله بعد القزره. احنا عندنا عقليه بها اللي هي لو كانت القضيه ذا اللي يقزر لا ذاك اللي قالته قطعه ارضيه يسكنها. المشكله نحدث من 2009 2010 حتى قالته قطعه يقزر تنعطاه قطعه. قال يلا يفهم المواطن بعد اللي قد يحصل على قطعة أرضية ما قصر. هاي بعد الفكرة يا الله تنحصل. يا قال في مقابلها يا الله يفهم المواطن بعد أن الدولة ما تلات مستعدة بعد أنها تعطي 12 عام هي قضية القصرة قضية القصرة قضية مداخلة قضية مداخلة. يحصل عليها يحصل. فهم الطرق فهم شيء. ترى كده تليت إحنا قط عدلنا هون إحصاء إنها نريد نحصو هذا وهذا البركة اللي موجودة هون اللي موجودة. هؤلاء في الحيوط. هؤلاء في الحيوط وذين تلي نحصون. الدولة قالت بعدين مسألتين، واحدة للمواطن اللي ساكن هون فرض عليه من يجبر سكن، إذا ما عنده سكن عدلنا لازم يحصل، ثانية إذا ما هو لايق ملي بالمدينة جبرته فيهم واحدين قطعت أعطاتهم التراب جبرته فيهم واحدين فاتنا أعطاتهم مرتين قط الدولة عدلت لهم يحصى وأعطاتهم التراب وعدلت ملي إحصاء آخر ومنحت التراب. الغريب قاعد في المسألة إن بدأنا العملية بطريقة سرية وبدأنا نحصوهم أعطينا رأسنا أسبعة أيام من اللي نحصوهم فيه عندنا في الليل الرقابة الحضارية تقول ماشي نحكموا البرقة مشاريه ماشي لا يقصر واحد يقبل براك ويديروا في تحويشة واحد في نفس التحويشة اللي ساكن فيها قريبه يجيب ويديروا براك رأينا برقة وعدنا نعلم السلطات الإدارية وعد تمنع بعد أن يدخل براك ها نهار عدلناها بطريقة سرية لأن ما تسمح لهذا الغريب. احنا راك عندنا هيئة الوزارة اللي عندها رارك من المشا انت الوزاره ما تقدر تعود زمنها كامل 12 عام 10 عمان من الساعه اللي وهشات اللي هي واحد الا في القصر. عندنا قضيه بلان واكشور، عندنا قضيه هذا اللي متبالكين يشوف القضيه اللي يخلق بيت توسع على عمودي ما هو التوسع الافقي اللي طارحه مش كذا. انت كي شارت المديره من اكبر اللي عندي انه دي نهارين والله لا شفت مشهد قريب سياره من الشرطه جايه تصعد 11 والله لا انا جاي سابق حرب تجوى ودخلت عندي انا كانت متصاوع واحدين والله شيء ودين دخلت سياره طاحت من قارة كبير مشهور في الشارع هو قارة لا مبديه ضيقه وفي فونس وطلعت عليها وبقات السياره ماسيها وتلاقوهم يقضوا منها يبانوا يروقوا من الدواء والله ايش ما نعرف شنو يا الله يرتبط بالجانب الامني صور بعدين ذي البريدات والاحصائيات اللي موجوده عن السلطات الاداريه بعدين اكثريه اللي يخلق راس من الجرائم ومن الامراض وكان يوقع في هاي الامراض لان انت ما تقدر تدخل في وقتها وانت ما تقدر تدخلها لاي شيء وهذا الله يفهم المواطن بعدين عاد جزء لو وكر عاد البيدات اللي تخلق فيها المشاكل اللي تخلق حق الاف البيدات اللي ما فاتوا هذه مشكلة الوجه العمراني الوجه العمراني قاعد ياكل الكماليات تتكلموا بعد قاعد لا عن قضية على المواطن يجبر تدوري بعد قاعد عن الشرطة تتكلموا على المواطن انه ينحرك قلت تدخلوا بومبيا قاعد هيشي ونتكلموا على المواطن بعد انه تعود الدولة جايبة وتبات لا يتقسم عليه شن الحوت وعلى المواطن خدق شي من السحاب ولا تقبل المواطنين تقعدهم في بلد تقدر تبني لهم خيمة والله شيء لا ما يقدر يصح حتى بومبيا ماركم شفتوا فيديوهات خلقوا هون اللي شهرين والله ثلاثه بومبيا ماشي واحد اربع مرات اللي تلاقوا يوم مقطوره كور هو ما تلاقي قد متقى ركور الحريقه هوك ولا عندك بلد قد تدخل منه هذا ما هو مقبول اضافه هذا في مصلحه المواطن ناهيك الصقاع عن سهر الدوله على تطبيق المواطن نقول لك ونأكد لك بعد ان الدوله صارمه في القضيه وصارمه على تطبيق القوانين في قضيه القزره وحرصها على تطبيق القانون كي قلت قبيل في البدايه لا يوازي يكون حرصها بعدين كل اسره تجبر قطعه
ارضيه صالحه للسكن ما هي مظلومه فيها. مازال عندنا قدر من نقاط مختلفه ومازلنا نشدوا اخباره. المدير هذه الناس اللي تحدث عن المفتش وتحدثين عن المخطط عمراني وحد الواكشوط والناس مازالت تقصر. هي هذه مستقبل ما ظهر لي عن الناس مازالت تقصر ذاك اللي وهذا وذلت اثلت 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 قصر كبير شد من البغيطي هذا مشد اخباره من البغيطي هذا ومن الشيء قاعد في الترحيل بارك اللي وصلين قاعد قديم منطقه قصرته قديمه هي اللي خلق وراء لك ظهر لي عنه في شيء قد يعود يعني هذه جديده ياسر انه احتلالات محتلين البلدات ما كانوا يهم اصلا ما ظهر لي عنهم اللي يسمى احتلال ذاك اللي قد يعود ناتج عن ثقافتنا نحن على كل حال نتيجه ان عاده موسم الحر موسم الصيف نمشوا لاطراف الدسرة يا كنا نجبروا بلي دبان وهذا حقيقه ثقافه عندنا احنا ما هو انها بدايه قزره لان هذه البليده وتو ما حد انها ما فات ندار فيها شي ذاك وتقعد الناس فيه قال بعد مولي الوقت اللي عاد تصيب الدور تصيب قال لي على المواطنين الحمد لله متفاهمين ومجاوبين معي العمليه اللي به اللي قاع كيف تقال المفتش واحدين يجوا يطلبون منهم يدوروا ينفذ لهم يدوروا دي المعاناه توفوا الواحد يدور ياك يسكن المهم يدور دي المساله توفوا به اللي هو كيف تقال لكم اللي منها وراح هذا جزء ضئيل من دي الناس الحالات كامله اللي كانت عندهم ناس الدور دي المعاناه اللي هي توفى الدور قاعد يجي يسكن سكن نهائي به اللي حد ما يقدر يعيش حياته وهو في سكن مؤقت يدور ياك يستثمر يدور بعد تعود بعقوبتها الصبح اذا ثلاث الصبح تسوى قضيه هذا هو عنده بليده فات عادت لايقه وعنده بلد بشكل نهائي قاعد يعدل الاوراق وقاعد يستفاد من الصبح قاعد يراهن الى اخره ما عاد قد هاي الوضعيه تم مستمره ظهر لي عن ان فم جانب من هاي العمليه يتعلق بكم انتم كاعلاميين ويتعلق بالاعلاميين بشكل عام يتعلق بالمدونين يتعلق باهل مواقع التواصل الاجتماعي انهم العمليه مليالتهم يواكبوها باناره الراي العام فيها بتوضيح المواطنين عنهم شبه المعاناه اللي هي توفوا شبه مده تؤخذ من هذا اللي هي فيه ضركاتي ياكنها كيف تقال سيد المفتش نوصلوا للمسائل اللي على كل حال احنا قلت سموها كماليه هي يلا تتعود ضروريه يلا تعود ضروريه طالع عن القزره الدوله حرصت على انها تدير المواطنين ظروف حسنه حرصت على انهم يجبروا قطع ارضيه وهذا خلق بحمد الله وانها يلا المواطنين يقتنعوا بدا ويلا نتجاوزوا هاي المرحله اللي هي المراحل اخرى الدوله ان ذي المدينه تبتنا وانها تعود وجهها الحضاري حضاري لايق وانها تعود نمطها العمراني كيف ما نقولها الى اخره هذه هي المسائل الركاتية اللي هم عندنا اذا السيد المفتش الوزاره اعلنت انها بصدد اخلاء الساحات والشوارع هل تم احصاء لهذه الساحات والى اين وصلت الاستعداد؟ والله تم هذه مدي مساله اخرى طم هي من القزره هذه نهايه مازال مدعنا 10 دقائق ندور نشدوا اخبارها هي معك مع المدير نشدوا اخبارها هي والله خاصين لمحور بين الوزارات الدوله احصات عدد الساحات اللي موجود اللي 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 مستقله والشوارع اللي مستقله دور عود تقريبا 300 زايده وسلمتها متبارك عاكف عليها كانت الرقابه الحضريه هاي مستحدثه للتنبيه الرقابه الحضريه مستحدثه وزورغانغرام التالي جديد واللي هي المتباركه تشتغل لارك على هذه المساله فات عدلتها في الاحصاء وفات مشات كاع رسائل للسلطات الاداريه المتمثله في الحكام والولايات بعلنهم لا يواكبوهم في المرحله وفات اعطات لي شعارات وفات وخضت اعلانات وبيانات على التلفزه وفي الراديو وفي على الموقع هذا اللي بوراك قريب من 15 يوم هم يعيطوا عليه في اوقاتهم يوم 12 عدلوا 12/7 وعدلوا ذاك وبدايه انطلاق ومبارك معاها لا تنخلع يا الله ملي اخلاءها المواطن يعرف بعد انه في صالحه هو اكثر يا قال مدي الدوله ما هي قابله بعد ان تمعود ساحه محتله وبعدين الشارع يعود محتل كي العواقب اللي كنا نقول لكم ومتباركه معها وعاكف القطاع اللي هو الرقابه الحضريه اللي تم انشائها واللي عندها الاليات اللي يلا اللي ذاك وعندها وسهرانه الرقابه الحضريه تشتغل في الوزاره كل يوم عندهم فرق يزقنوا على الواكشوط كامل يعبؤوا على البريدات اللي محتلين واللي مهيشين اللي لا يدقدقوا ويكونترولوا مدلي قضيه اللي علي عود طرش البارح ولا طرش امس ولا طرش حتى بعد انهم عندهم فرق يشتغلوا في الليل لين يتصل عليهم حد مواطن
ويبلغهم بعد راعي احنا هون عندنا واحدين يبنوا في الليل، ومنهم حاله اللي راعي هذاك جات في وسائل التواصل الاجتماعي اللي مرأة قالوا قبوها جاتها الآتي ودقت دارها على راسها. امرأة شارية اولا وبدش مكتوب عليه بعد انها لا ما تنباع ولا تنشر، واي حد شراها والله باعها عرض ممتلكاته للكلاء. ولين جات قالت انا ما يعنيني فيه بيدي انا ما نقرا، يا قال بعد راي عندي عقد بيع، هي تقرا عقد البيع هذه لقد الايمان غير التراب المكتوب عليه ياسم انباع ياسم من هذه التراب انباع اي ولا لا ولا عاد انباع يا قال هو ما ينباع يا قال مكتوب عليه انه ما ينباع كونه انباع ذات موضوع اخر. شو هو زميل ذي المراه اللي وعدل من المرد بعد انها انقبضت ومن زين اللي شفناها على وسائل التواصل الاجتماعي شفت ذي المراه اولا شاريه ثانيا جاتها الوكاله وقالوا لها انت اعطينك 42 ساعه 72 ساعه تجهزي لاهي يترحلي. تصور اسمع ذيك 72 ساعه قبل شاف نهايه رمضان بنات فيها بيت فات تكتب عليه هي في الشارع والله لا هي محتله نمرو ولا لقاش اخر اللي شاريه هي من عنده اللي شاريه من عنده عند نمرو ما هو زين زين يا غيراش وجاها ونعطاها هذا بعدين يلا تمرق عن هذه بنات في ذي الفتره الوجيزه بنات فيها جاها ومرقت ودقدق هذا عقب جاء بنادم قاعد اللي صن شاريه بنادم اللي معطيه هذه القطعه وقال قاعد وعدل معها صلح ووفاه الصلح وقال بعدين انه يقبل هو هيك القطعه اللي كانت مراحل هي شارها وخذ شيء هاو حالات اللي تمشي تفحصهم فحصنا من الحالات ندور نرجعوا عليها. المدير ما الوزاره تقوم باخلاء هذه الساحات والشوارع كيف نستنتي يبتني فيها تخلي لين فوت يبتني فيها ما حد نستنتي اخلاء هذا واللي دائما يثير مشاكل ويثير بلبله هي كان يبتني فيها وكان معلوم عنها يبتني فيها. ظهر لي عن الساحات المواطنين حريصين على اخلاءهم وقع اكثر من ما هم بعد اللي قازلين وفات داروا فيهم من الوزاره به اللي الساحات المتجر منهم متنفس للحي متجر منهم توسيعه في حاله الدوله احتاجت لها انها تدير منشاه فهم قريبه من مواطنين فهم وحريصين هم اكثر مننا نحن به نحن نشوف حالات فهم في الاداره جينا يوميا مده تعود تقريبا فاتحه على ساحه تجي حد لا يدير فيها شيء جهومه فهم طالبينهم كيف تقالكم يجوا يعلموا الرقابة الحضرية بهم اللي ما يدروا هاي الساحة اللي هي بها اللي ساحة عندها عدة أدوار بالنسبة للحي اللي في زرها يلعبوا فيها الترك تتنفس مادة فيها بعض كيف تشوفنا في بليدات تعدل فيها حفلات تعدل فيها مناسبات اجتماعية هي مهمة إلى آخره هي مهمة تجمعون الناس هي لا بد منها قاعد هي المتنفس هم هذا دائما يقول عن هاي الساحات عندهم مخططات غير ما هي معتمدة هو بالنسبة للمخطط المخطط لا المخطط اللي معتمد اللي مصادق عليه بمرسوم واخذ في مجلس الوزراء هذا هو المخطط وهي الساحات القانون مدونة العمران تنص على انها ما يلا تهيبتنا فيها شيء سوى شنو به اللي ما هي ملك المواطنين هي ملك للدولة والهدف منها من خلال السابقين علينا المخطط اللي قلت لي عن لا ينعلي كيف قلت لكم الهدف منها انها متنفذ الهدف منها انها يندار فيها منشآت عقب هذا ناص عليه مدونة العمران اللي حقيقة هي المرجعية الأولى بالنسبة لنا نحن واللي بعض نصوصها صدر وبعض نصوصها دارك مبارك معه واللي نص معالي الوزير الأول معالي اللي صادق عليه في زمن معالي الوزير الأول الحالة ديك الساعة هو وزير الإسكان وحرص معالي الوزير وزير الإسكان نهاره الأول اللي جاء أنك بقية النصوص أنها تكمل من أجلاش ياك أن تعود عندنا ترسانة قانونية مكتملة قاعدين نطبقوا بها هذه الأمور كاملة ياك يكتمل تخطيط المدينة وياك نقدر نعودوا الخط مدننا الاخرى الداخليه وتعود عندنا منظومه قانونيه تامه قاعدين نراقبوا بها هذا وقاعدين نواكبوا بها هم اللي تطور المدينه بشكل اذا وقتنا ما تلون ياسم زال عندنا دقيقه كنت ما يعطي لعد عنده كلمه خير اختار يوجه للراي العام. انا عندي كلمه نختار نوجهها للراي العام وقلتها في المقدمه وقلتها في نقاشنا وداهين عليها وهي الاساسي عندي. الدوله ما هي قابله وزاره تامه تعود لها 10 عمام واحد لا في القصر عدت مداخله وانت قبلت وانا ما قبلت. ياسر من الامور اللي تعدلهم الوزاره يلا تتفرقل. حريصه الدوله في الميدان بالضبط حريصه على تطبيق القانون. يا قال في المقابل حرصها على تطبيق القانون كي قلت قبيل لا يوازي يكون حرصها بعد ان كل اسره تجبر قطعه ارضيه صالحه للسكن. والمواطن يلا يفهم بعد انه قد يحصل على قطعه ارضيه صالحه للسكن ما هو بالقصره ما ثلاث مقبول. شكرا لك سيدي المدير.
لنختار هون نوجه كلمة بعد أولا لطواقم الوزارة وطواقم الوكالة التنمية الحضرية اللي حقيقة يشتغلوا في ظروف وكان الماضي يطلع عليها ظروف صعيبة، موجهين لهم الشكر شكر وموجهين شكر للسلطات المحلية ومثل في الولايات في الحكام للحرس للدرك للشرطة إلى آخره اللي حقا لولاها ما كانت هاي العملية وصلت اللي وصلت له. نوجه كلمة هنا تياه كيف قلت لكم طواقم الإعلام للمدونين وسائل التواصل كامل أنهم يتعاونوا معنا لنارة الرأي العام لنهاية المشكلة التوفى. موجه كلمة للمواطنين أن نحن وهم واحدة في هذه العملية اللي هي وأن يا الله نتعاونوا كاملين عليها أن نحن الدولة حريصة على مصلحتهم حتهم وأنهم مسخرة وسائلها كاملة ومسخرة طواقمها من أجل نهاية العملية أنها توفى وأنها على كل الحمد لله منتهية وأن الخدمات كاملة الدور توفر بحول الله وقوته. إذن شكرا جزيلا لكم. إذن مشاهدينا الكرام أشرفت حلقة اليوم برنامج ساعة النقاش على نهايتها باسمكم وأشكر السادة الحسن الكاحل المفتش بوزارة الإسكان والعمران والاستصلاح ترابي شكرا جزيلا لكم، والسيدة فاطمة نحوي مديرة العمران بوزارة الإسكان والعمران والاستصلاح ترابي شكرا سيدة المديرة. إذن مشاهدينا الكرام إلى أن نلتقي في حلقة أخرى هذه تحياتي وتحيات فريق العمل إلى اللقاء.